محمد سعد بن ايه يا فندم؟ ان شاء الله. والحاضر مع المتهم الاول دفع مع الاول والثاني يا فندم دفع بعدم انطباق مواد الاتهام بخصوص بعدم انطباق مواد الاتهام بخصوص واقعة القتل وطلب من عدالة المحكمة إعمال نص المادة 234 بفقرتها الأولى القتل المجرد من كل ظروف استنادا إلى ما قرر به شاهد الإثبات الثاني والمدرج بقائمة الثبوت والثابت في افتتاح محضر النيابة العامة في 20/4 الساعة 3:30 صباحا بأن النيابة العامة قد التقته أثناء عمل المعاينة على مكان الواقعة وأيضا على سند من اعترافات المتهمين جميعهم بخصوص كيفية حدوث الواقعة ودفع بتوافر إحدى حالات الدفاع الشرعي بالنسبة للمتهم الأول المنصوص عليها قانونا وفقا لنص المادة 245 و 247 و 249 بفقرتها الأولى وهي إباحة فعل القتل إذا ما كان يتخوف حدوث اعتداء من المعتدي تحدث منه الوفاة أو ينتج عنه جراح بالغة وثالثا عدم جدية التحريات فيما ورد بها من التأكيد على سبق الإصرار والترصد والقتل نتيجة لثأر المتهمين من المجني عليه لأخيه اتفاق بالتأكيد ما جاء بالتحريات من التأكيد على سبق الإصرار والترصد والتأكيد على أن الواقعة كانت ثأرا من المجني عليه لأخيهم وبخصوص المتهم الثاني دفع بانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وذلك لعدم اقتراف المتهم الثاني لأي من الأفعال
المكونة لجريمة القتل، وكذلك عدم ثبوت تواجده في إحدى صور المساهمة التبعية المنصوص عليها قانونا، وكذلك عدم وجود اتفاق جنائي وفق ما هو ثابت بالأوراق بخصوص ارتكاب واقعة القتل موضوع أمر الإحالة. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، أقدم لدفاعي من فقه أستاذنا الأستاذ الدكتور رمسيس بهنام من كتابه المجرم تكوينا وتقويما، حينما سطر قائلا إن مؤتمرات العدالة العديدة قد استقرت على أن سداد أي حكم مهما كان موضوعه الذي يحتويه غير معلق على أسبابه بقدر ما هو معلق على فهم المحكمة للواقعات، وإلا هبطت الأسباب على غير محل، غير مهيئة الدواء للداء، فتزداد تضاعيف الشكوى ويزداد جرح المكلوم غورا مسارعا لنجدته بأي من طرق الطعن فيما هو فيه. ولقد رسخ قضاؤكم الجليل القاعدة القضائية المتفق عليها بأن للمحكمة كامل السلطان استخلاص الصورة الحقيقية للواقعة، غير مقيدة بما ورد بأمر الإحالة، وغير مقيدة بما ورد على لسان شهود الإثبات، وغير مقيدة حتى بما يطرحه الدفاع المتهم في محضر الجلسة. فملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان ويقين المحكمة الطيب الطاهر، وعلى هدي أحكامكم وما تعلمناه منها. فحينما طالع الدفاع الواقعة وما سطرت به، وكذلك أيضا الملابسات التي أحاطت بهذه الواقعة من واقعة قتل شقيق المتهمين على يد شقيق المجني عليه رحمه الله، قد أراد أن يستوضح الأمر، هل من قتل بظلم كمن قتل لدفع ظلم لا يستويان مثلا، وأن للمحكمة أن تستقرئ من الوقائع ما يعينها كما أسلفنا على استخلاص الصورة الحقيقية للواقعة، ولكن الدفاع مقيد بما ورد فيها وطالع قائمة الثبوت فوجد أن بها شاهد الإثبات الثاني، وهو الذي التقته النيابة العامة أثناء عمل محضر معاينة مسرح الواقعة يوم 20 يا فندم 4 23 الساعة 3:30 صباحا، وقرر بالتقائه مع السيد وكيل النائب العام أنه قد شاهد الواقعة رؤيا العين، بل تدخل لفض المشاجرة على النحو الذي أورى به بالأوراق. فتعهد أمام النيابة العامة بالحضور والمثول أمامها، وذلك للإدلاء بأقواله حول هذه الواقعة على النحو الذي أرادت النيابة العامة استبيانه من خلال تحقيقها للدليل. فكان شاهد الإثبات الثاني وهو من يدعى فتح عيد، ولقد طالعنا أمره فوجدناه رجلا حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال وفق ما هو ثابت في مقدمة أو في صدر أقواله في تحقيقات النيابة العامة، والذي يستفاد من ذلك أنه على قدر من العقل وقدر من المنطق وقدر من الأمانة في إبداء هذه الشهادة على النحو الذي يمكنه من الدفاع عن نفسه أمام الله إذا سئل فيها. قال بأنني فوجئت بثلاثة أشخاص يتشاجرون مع آخر ويقومون بضربه، فتدخلت لفض المشاجرة وأورى بأن هؤلاء الأشخاص هو المتهم الأول أحمد شعبان، والمتهم الثاني شقيقه دسوق يا فندم، والمتهم أحمد عبد المنعم الذي لم يذكر اسمه، بل قال أحمد دسوقي وشقيقه كان بجانبي على النحو الذي أورى بتحقيقات النيابة العامة.
وأن هناك شخص ثالث وقرر في أقواله بأنه الشخص الثالث هو من أطلق النار على المجني عليه، ولم يعزي إطلاق النار على المتهم الأول والثاني، ولكن الدفاع اتساقا مع نفسه وإحقاقا لصدق أحقه الله علينا لا يميل إلى هذه الرواية أو إلى هذه الجزئية من الشهادة، لأنه قد يكون قد التبس عليه الأمر بين المتهم الآخر الذي كان معه وصديقهم أحمد عبد المنعم وبين أحمد شعبان المتهم الذي أطلق النار، والذي قرر هو في تحقيقات النيابة العامة اعترافا بأنه هو من أطلق النار على المجني عليه، وقرر شقيقه أيضا لسوء المتهم الثاني أفندم بأنه هو من أطلق النار على المجني عليه. ولكن كيفية حدوث واقعة إطلاق النار على المجني عليه كما استبانت من رواية شاهد الإثبات الثاني والمدرج بقائمة الثبوت، والذي أوتي بمعرفة النيابة العامة قال بأنهم كانوا يتشاجرون مع شخص، وأورى المتهم بأن اسمه مصطفى جزر على النحو الذي أوري بالأوراق، وأن هذا الشخص قد علموا أثناء تواجدهم يوم 19/4 فندم 23 وهما جالسون في محل أبيهم بمدينة القناطر، ورد لهم اتصال تليفوني يقول بأن مصطفى جزر هذا موجود أسفل سكن دسوء المتهم الثاني يقوم بسب زوجته ويكيل لها الشتائم على النحو الذي أورى. وقيل بأن هذه الواقع على نحو رواية قد تقررت، فقال دسوقي أن حسب روايتهم بتحقيقات النيابة العامة فندم، قال دسوقي بأن مصطفى جزر مش هيجيبها البر، ثم قال بأننا لابد أن نذهب إليه لكي نرى ماذا يفعل ونمنعه عن فعل هذا الأمر أو نقوم بتأديبه على النحو الذي أوروه بالأوراق. فذهبوا ثلاثتهم بعد أن استوقفوا المتهم الرابع سيد أمين فندم بالدراجة البخارية التي يقودها، وذهبوا إلى مسرح الواقعة ليروا ماذا يحدث ويقوموا بما عقدوا عليه العز، وهو منع مصطفى جزر من استكمال سبابه لزوجته على حسب ما أورى، ومحاولة إيقافه عند حده على النحو الذي أوروه. حينما ذهبوا ووجدوا مصطفى هذا واقفا والواقعة ما زالت قائمة، قاموا بالإمساك بمصطفى وقاموا بضربه على النحو الذي أوروا به، وقالوا بأن دسوقي كان معه سكينة عور مصطفى جزر أو قام بجرحه بإحداث جرح به نتيجة لهذا الشجار، وقالوا بأن أخوه أو شقيقه أحمد شعبان كان معه فرد خرطوش ولكنه لم يستخدمه، وقيل أيضا بأن المتهم الثالث أحمد كان معه فرد خرطوش على نحو الروايات الموجودة بالأوراق، وأن هذا الفرد أخذ، وذلك أيضا على لسان شاهد الإثبات الثاني، أخذ من مصطفى جزر هذا وأعطي لأحمد شعبان حين لأحمد عبد المنعم حينما أخذه أحمد شعبان منه، وقاموا باستكمال واقعتهم مع مصطفى جزر وأركبوه الدراجة البخارية التوك توك، وقيل بأنه حال قيادة الدراجة مسرعين وفي الملف سقط منهم مصطفى جزر على الأرض على النحو الذي أوري به بالأوراق، فما كان منهم إلا أن نزلوا وقاموا بالإمساك به واستكملوا الضرب عليه على هذا النحو. تدخل شاهد الإثبات الثاني لفض الواقع على نحو ما أورينا، وكانت روايته للواقع على النحو الذي أورى الدفاع هكذا، وقيل بأنه أثناء فض هذه المشاجرة أتى المجني عليه رحمه الله كريم إليهم وقام بشد مصطفى من يد سوئي على النحو الذي أوري بالأوراق وعلى لسان شاهد الإثبات الثاني. وحينما حدث ذلك مع تسوقي المتهم الثاني، قال تسوقي في اعترافاته بالنيابة بأنه قام بالسباب وتبادل السباب الاثنين مع بعضهم البعض، ولكنه نجح في أخذ مصطفى جزر منه. كل ذلك وأحمد شعبان المتهم الأول واقفا ممسكا بالفرد الخرطوش الذي ذهب به. وبعد ذلك توجه المرحوم رحمة الله عليه المجني عليه كريم إلى أحمد شعبان وطلب منه إعطاءه الفرد الخرطوش،
فوقف هنيهة ولم يرد، فقال له: هات الفرد يا ابن، وكما ذكر بالأوراق، ولا أريد أن أخدش حياء من وجدوا في القاعة من قسوة اللفظ الذي سب به أمه على النحو الذي أورده المتهم الأول والثاني وفق ما ورد بتحقيقات النيابة العامة. فما كان من المتهم الأول أحمد شعبان وهو في هذه الحالة إلا أن قام بإطلاق النار من الفرد الخرطوش على المجني عليه كريم رحمه الله. وحينما سقط كريم مدرج في دمائه رحمة الله عليه، قال الشاهد الثاني: أنا كنت أتحدث مع المتهم الثاني تسوئي حال سقوط كريم بجانبي، ولم أرى من أطلق النار، ولكنه وجدته مدرجا في دمائه على النحو الذي أورى، فقمت على هذا الأساس بالانصراف إلى محلي الذي هو في المنطقة على النحو الذي ورد بمعاينة النيابة العامة. إلى هنا نقف عند رواية شاهد الإثبات الثاني الذي تطابقت روايته مع المتهمين جميعهم الأربعة في كيفية حدوث الواقعة على النحو الذي أوريناه لعدالة المحكمة. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو، فأي سبق إصرار وأي ترصد في الواقعة على النحو الذي صاغه مجري التحريات في تحرياته على هذا النحو، وإذا ما كان هو قد قال ذلك وروى شاهد الواقعة والمدرج في قائمة الثبوت شاهد الإثبات الثاني هذه الرواية فندم على هذا النحو، إلى أي مدى تكونهم أي من الاثنين شهادته معتبرة قانونا؟ القانون قد علمنا بأنه شاهد الإثبات الثاني شهادته المتقدمة بحلف يمين ولا يشوبها شائبة هي الشهادة المعتبرة لأنه شاهد للواقعة. أما السيد مجري التحريات فما أقواله إلا أن تعلمنا أنها قرينة تصلح أن تكون صادقة أو كاذبة، صحيحة أو باطلة، لا يمكن أن يعول عليها حكم للإدانة وحدها إلا إذا عددها دليل معتبر في الأوراق ولو كانت هذه التحريات صحيحة. فإذا ما كان الأمر على هذا النحو وبرواية شاهد الإثبات الثاني وهو من المنطقة التي تخص المجني عليه قبل المتهمين، لأن المتهم الثاني ساكن فيها ولكن المنطقة هي قرية شلقان وهو مقيم فيها هذا الشاهد، ومع ذلك روى الواقعة كما خرجت من ضميره وكما خرجت من رؤياه التي أعتقد أن الرجل قال بأن الله سيحاسبني على ما رأيت. إذا ما كان الأمر على هذا النحو فإننا وقفنا أمام هذه الرواية ورواية المتهم، وقلنا بأنه لا بد أن يقسط هؤلاء حقوقهم فيما أقروا وما سطروا، وأن هذه الرواية هي الرواية الحقيقية للواقعة والتي تنطق بصحتها والتي تقول بأنه لا يمكن أن يكون هناك سبق إصرار للواقعة هذه موضوع أمر الإحالة وهي واقعة قتل المجني عليه رحمه الله. ولكن إن كان قيل فإن هناك اتفاق وسبق إصرار بالفعل على واقعة التعدي على مصطفى جسر، وهي ليست واقعة هذا المجني عليه رحمه الله، وأنه حينما سئل شاهد الإثبات الثاني في تحقيقات النيابة العامة فندم وكيف التقى المتهمون بالمجني عليه رحمه الله، قال اتقابلوا في الخناق ولولا هذه المشاجرة ما كان التقاؤهم بالمجني عليه. وحينما سئل أيضا في تحقيقات النيابة العامة وهل كان المتهمون على علم مسبق بتواجد المجني عليه رحمه الله بمكان الواقعة، أجاب الشاهد لا. أثبت فندم بعد إذن عليك. وقرر الحاضر بأن بأنه وفق ما ورد بأقوال شاهد الإثبات الثاني فتحي عيد والمدرج بقائمة الثبوت التي سطرتها النيابة العامة أن الواقعة
وهي واقعة القتل حدثت ناتج الأحداث لا الإرادات. وحينما سئل عن وقت التقاء المتهمون أو وقت التقاء المتهمين بالمجني عليه رحمه الله، قال بأن ذلك كان وقت المشاجرة حينما أتى هو إليهم ليستخلص من كانوا يقومون بضربه، وهو من يدعى مصطفى جزرة. وإجابته أيضا حينما سئل بهل كان المتهمون على علم مسبق بتواجد المجني عليه رحمه الله بمكان الواقعة أو بمسرح الواقعة، أجاب لا. هذا الذي أورى به شاهد الإثبات الثاني أصحاب المعالي سادتنا المستشارين الأجلاء، ووفق ما جاء باعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي آظرها الشاهد في كيفية حدوث الواقعة، يؤكد وبجلاء بأنه وفق ما طلب الدفاع من عدالة محكمته، وهي لها بسط سلطانها على الوقائع وفق ما يتراءى لها، بأن وقائع القتل المثبتة وفقا لنص المادة 230 و231 و232 لا ظل لها في الأوراق وفق ما ورد بالوقائع، وأن الواقعة وإن قيل بواقعة القتل فهي القتل المجرد من كل ظروف وفقا لنص المادة 234 يا فندم. هذا ما هو ثابت يقينا من خلال هذه الوقائع التي استبيناها. الدفع الثاني والمتعلق بتواجد المتهم الذي قام بالقتل في إحدى حالات الدفاع الشرعي المنصوص عليها قانون. نحن قلنا بأنه لن يستوي من قام بالقتل ظلما ومن قام بالقتل دفعا للظلم. فإذا ما تواجد المجني عليه رحمه الله في مسرح الواقعة وتوجه إلى المتهم ليطلب منه سلاحه على هذا النحو، ثم يقف المتهم برهة واقفا مجدوها أمام هذا الطلب، فيعاود المتهم طلبه وفق ما ورد بالأوراق، يعاود المتهم الطلب ثم يسبه بأمه على النحو الذي هو وارد بالأوراق، فيقوم المتهم بإطلاق النار عليه. هذا ما نصت عليه المادة 249 فندم فقرة واحد، وهي القيام بالقتل دفاعا إذا ما كان هناك خطر حقيقي قد يحدث للمتهم ويحدث له الموت والوفاة أو يحدث به جروح بالغة. هذا النص، نص المادة بفقرتها الأولى، هو الذي أوتي فقط قيد على نص المادة 48 يا فندم من قانون العقوبات، والتي منعت ممارسة حق الدفاع الشرعي قبل مأمور الضبط القضائي، والذي قالت فيه بأنه إذا ما تخوف من فعل الضابط حدوث الوفاة أو حدوث الجراح البالغة ولو كان يؤدي عمله بحسن النية، فإنه إذا ما تبينت المحكمة بأن لهذا التخوف أسباب معقولة تحمله، كان لها أن تعمل حق الدفاع الشرعي قبل المتهم أو المتهمة التي قامت بالاعتداء على الضابط. وأننا وفي عيون أحكامكم قد تعلمنا بأن الخطر الذي يتوهم المتهم بحدوثه هذا، فإن كان مبعثه حقيقي قائم فإن المحكمة تعمل هذا الأثر بالنسبة لحق الدفاع الشرعي ولو لم يحدث اعتداء من المعتدي على المدافع، وذلك لأنه المقياس هنا مقياس اعتباري، فإن ما دار في ذهن هذا المتهم للقيام بفعل الدفاع على النحو الذي ورد لا بد أن المحكمة قد تلم به وقد ألمت به، وهو أن هناك واقعة قتل سابقة لشقيق هذا المتهم كان حاضرا فيها، وقد أصيب من شقيق المجني عليه رحمه الله
حال إطلاقه العيار الناري على شقيقه وإطلاق العيار الناري عليه، وأصيب في بطنه على النحو الذي قرر في أمام هيئة المحكمة الموقرة، وثابت بأوراق هذه الجناية والتي قدمها الأستاذ الحاضر عن المدعيين بالحق المدني. إذا ما كان الأمر هكذا، فإنني أقدم فقط من أوراق هذه الجناية كيفية رواية المتهم فيها وهو شقيق المجني عليه، كيف ارتكب هذه الجناية، وأنه أطلق النار على شقيقه محمد، وأطلق النار على أحمد شعبان المتهم الأول حينما أورى ذلك وقال بأنني أصبته، واتفق معه السيد مجري التحريات في هذه الواقعة، ونقدم ذلك لعدالة المحكمة تيسيرا عليها للمطالعة في دفاعنا. وقدم حافظة مستندات مؤيدة لدفاعه. وأيضا حينما قيل في تحقيقات النيابة العامة من أقوال السيد مجري التحريات أفندم في صاد 76 نيابة و85 من أوراق الجناية، قرر السيد مجري التحريات معايا يا أستاذنا ولا بعد إذن الهيئة الموقرة؟ لا مش كله اللي أنا بطلبه، بس يعني حتى اللي أنا بطلبه بس عشان يعني عناصر دفاعي بعد إذن معايا. تسلم يا فندم. وقرر الحاضر بأن السيد مجري التحريات قد قرر في تحقيقات النيابة العامة في صاد 76 نيابة على 85 من أوراق الجناية، حينما سئل من السيد وكيل النائب العام وهل كان المجني عليه معتادا لحمل السلاح، أجاب نعم، ووفق ما قرر هو لأنه سيء السير والسلوك، وأنه دائم افتعال المشاجرات ودائم التعديات، وفق ما قرر مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة. هذا الذي حدث يؤكد وبجلاء بأنه ما كان للمتهم أن يدفع فعل الدفاع الذي قام به وفق ما أورينا لعدالة المحكمة بأن يحتمي بالسلطات، لأن الواقع قد بسطت المحكمة سلطانها عليها. وفي هذه الحالة لا يمكن القول بأنه وهو في مثل ظروفه، والتي علمتنا أحكامكم بأنها ظروف للمتهم اعتبارية وضع فيها هو على النحو الذي وضع فيها، فلا يمكن تناولها بقص من الروية والتفكير الهادئ المطمئن بالنسبة للناظر إليها بأنه ما كان لو فعل كذا ما كان فعل كذا. لا، إنها الهواجس التي تسيطر على المتهم، والتخوف الذي يطغى على نفسه، والذي يبيح له حق الدفاع الذي قرره له القانون، ما دام هذا الحق له أسسه ومعينه الثابت من الأوراق على النحو الذي قررنا لعدالة المحكمة. بل وإنه وفي الدفاع الشرعي إننا نقول بأن المحكمة علمتنا أيضا وفي عيون أحكامها بأن المحكمة إذا ما رأت المتهم في إحدى حالات الدفاع الشرعي فلها بعد أن بسطت سلطانها على الوقائع في الدعوة أن تسارع إليه وتعمله دون النظر إلى دفاعه ودون النظر إلى ما يتمسك به المتهم. وهذا من علو القانون وسموه، وما جعلكم به تاجا للعدالة حينما ننظر إلى تلك الأحكام. وأن الأحكام أيضا قد علمتنا وفي عيون أحكامها بأن الدفاع الشرعي إذا كان مكنة للمدافع في درء الخطر فإنه على هذا الحال فلا بد من أن نقف أمامه إذا ما أتل المدافع فعل الاعتداء ردا على خطر كان يتهدده. هذا هو الذي ثبت لنا من خلال هذه الوقائع، وأراد الدفاع أن يبسطه أمام هيئة المحكمة الموقرة حتى تبسط سلطانها على كامل الدليل في الدعوة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإنني أقول بأن المتهم الثاني وهو دسوقي شعبان أخويا فندم شقيق المتهم الأول لم يقترف أي من الأركان المادية لجريمة قتل المجني عليه،
هذا ما هو ثابت بالأوراق على نحو ما أورى شهود الإثبات جميعا وعلى نحو ما اعترافات هؤلاء المتهمين، وأنه على النحو الثابت بالأوراق لم يقدم العون ولم يقدم المساعدة للمتهم فيها ولم يكن هناك اتفاق على ارتكابها، فانتفت مساهمته التبعية بأي من صورها أيضا في هذه الواقعة على النحو الثابت يقينا بالأوراق ووفق ما طالعناه ونحن أمام وفي محراب عدالتكم. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، إنني أوجه حديثي ومن خلال وقوفي في منصة الدفاع أمام هيئة المحكمة الموقرة وقضاؤنا الجليل لهؤلاء المتهمين، لا تنظروا إلى قضاتكم بأنه قد قست قلوبهم أو لانت عليكم، ولكن عليكم أن تدركوا بأن ما وصلوا إليه بعد مطالعة الأوراق هو هدي الله لهم، لتعلموا أن ذلك إنما نطقت به ألسنتكم وألسنتهم وأقلامهم عليكم ليجري قضاء الله وقدره فيكم. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، أشكر لعدالتكم أفندم حسن الاستماع وفسحة الصدر، وأصمم على طلبات الواردة بمحضر الجلسة في شأن دفاعي. شكرا جزيلا أفندم.